مساء الخير. مش بس هنعرف ازاي نصطاد العملات الرقمية قبل ما تنزل في المنصات المركزية، لأ كمان هنحللها بحيث نعرف هل العملات دي كويسة وتستحق الاستثمار او لأ. اول موقع معانا اسمه DEX Tools، وده بنقدر نعرف منه اخر العملات اللي نزلت. هنيجي من على الشمال هنا ونختار تالت اختيار اللي هو Live New Pairs. تمام، احنا هنا على شبكة الإيثيريوم، نقدر نغيرها من فوق، نختار اي شبكة احنا عايزينها. احنا دلوقتي على شبكة الإيثيريوم، وبيقول لك مثلا ان العملة اتعمل لها ليست قبل 9 ثواني. طبعا كل تقريبا 5 دقايق في عملة جديدة بتنزل، وطبعا من هنا بيقول لنا التغير في السعر من ساعة ما العملة نزلت. يعني هنا مثلا هنلاقيها عملت 226%، هنا مثلا سالب 100%، يعني تقريبا عملة سكام. حتى هتلاقي العملة بلون مختفي شوية، مش ابيض زي دول، يعني معناها عملة سكام. فهنضغط مثلا على اي عملة، لكن هنا لسه مفيش سكور نزل عشان العملة لسه جديدة. لكن في الطبيعي الموقع ده بيكون فيه سكور للعملات، يعني مثلا لو جينا هنا، دي بقى عملات نزلت بقالها فترة فليها سكور. مثلا جامب بيقول لك سكورها 74، فمن هنا تقدر تعرف السكور وتضغط هنا تشيك اوديت سكان. فهنا بيقول لك شوية معلومات عن العقد، فهتلاقي هنا بالاصفر بيقول لك في 3 انذارات، مثلا التاكس بتاع العملة تاخد 3%، وهنا مثلا بيقول لك عيب تاني عدد لا محدود من المعاملات. الموقع التاني معانا اسمه DEX سكرينر، برضو ده بنعرف منه العملات الجديدة. هنيجي من هنا هنختار نيو بيرز، برضو من فوق نقدر نختار كل الشبكات ولا شبكة محددة. وهنا هنلاقي مكتوب الايج او العمر، نزلت بقالها 5 ساعات 9 ساعات وهكذا. وفي هنا تحت في فلتر ممكن تغير، انا مش عايز اخر 6 ساعات، انا عايز اللي نزله اخر ساعة مثلا. فهتلاقي هنا من 58 دقيقة 4 ساعات وهكذا. فهتلاقي هنا على الموقع ده عملات مختلفة برضو عن الموقع التاني، يعني ممكن تلاقي هنا عملات زيادة في الموقع التاني، عملات زيادة، فممكن تقدر تشوف في الموقعين مع بعض. طيب تالت أداة معانا اسمها يونيبوت نيو توكن سكانر. فاكرين طبعا عملة التليجرام اليوني بوت اللي كان فيها نسخ للتداول وهكذا، ليهم بوت تليجرام تاني منفصل اسمه نيو توكن سكانر. فهنفتح البوت بالشكل ده، وهروح جاي داخل القناة عامل جوين شانل. فهنا مثلا بيقول لي ادي احدث عملة لسه نازلة حالا من دقيقة، وده اسم العملة، العقد بتاعها، ومين المالك بتاعها او الاونر. طبعا هنا في ميزة، فبيقول لك هنا مثلا الحالة او الستيتس لسه مش موثقة او فيريفايد، وبرضو الليكويديتي بول لسه ما تعملوش اغلاق، فحتى عامل لك جنبها اكس لان العملة طبعا لسه ما بقالهاش دقيقة نازلة. تمام، تالت اداة معانا هو برضو بوت تليجرام اسمه ايثيريوم نيو بيرز، ومن اسمه هو مختص فقط بالعملات اللي على شبكة الإيثيريوم. فهنلاقي مثلا في عملة اهي اسمها رون، والاختصار بتاعها RRC، وادي العقد بتاع العملة. وهنا بيقولك كام واحد معاه العملة، فقط محفظتين او شخصين، وده الماركت كاب 75,000 دولار والليكويديتي. وهنا بيقولك ان لوكس سيف او شكلها امن، وبرضو بيقولك دي ممكن تتغير من وقت للتاني، ممكن دلوقتي سيف او العملة كويسة بعد شوية يبقى باللون الاحمر. وبرضو هنا تحت العملة هتلاقي شوية روابط، اول رابطين دول الموقعين اللي احنا فتحناهم من شوية، ولو عايز تفتحها على الايثر سكان، وهنا لو عايز تتداول على بوت يوني بوت في لينك مباشر تضغط يوني بوت بحيث انك تعمل الاوردر من خلال البوت. وفي تولز موجودة تاني احنا لسه هنجيلها حالا،
في تول هنا جميلة اسمها TTF، هنضغط عليها وبعدين نعمل ستارت. ده بوت برضو بيحلل العملات على شبكة الإثيريوم أو الباينانس وبيديك تقرير عن العملة، فهنعمل مثلا ستارت. ففعلا جاب لي العملة اهي RRC وبيقول لي شوية تفاصيل عن العملة والماركت كاب والليكويديتي والال بي لوك لسه 100%، وبيقول لي ان الاكتتاب حصل على بنك سيل موقع الاكتتابات المعروف، وده سعرها الحالي 0.1. وبيقول لك هنا ان الاول تايم هاي عملت ضعف او 1x. طيب تمام، خلينا ناخد عقد العملة كوبي علشان هنحتاجه في المواقع اللي بعد كده. الموقع اللي بعد كده اسمه توكن سنيفر، هنيجي نبحث على اي عملة بالعقد بتاعها. حتى هو هنا اهو بيقول لي RRC فهضغط عليها. تمام، بيقول لي السكور بتاعها 70%، كل الحاجات اللي بالاخضر دي تمام 100%، ما عدا هنا اكس ان هو بيقول لك 95% من الليكويديتي اتعمل لها بيرن او اتحرقت في اخر 15 يوم. في حاجة تاني برضو ان انا اقدر اشوفها على البابل ماب، اضغط على اللينك. دي اداة شبيهة بالظبط بموقع بابل مابس اللي احنا كنا عملنا عنه فيديو من حوالي اسبوعين. تمام، هنيجي بعد كده للموقع اسمه DEX Analyzer، هنيجي هنبحث برضو على العقد. طبعا هنا برضو لو في اي مشكلة هتلاقي التشارت ده باللون الاحمر لو في سكام ولا حاجة. طبعا لو جينا هنا برضو نزلنا هنلاقيه بيقول لنا ان برضو الواحد يحرص من العملة دي، هتلاقي هنا باللون الاحمر وباللون البرتقاني. الموقع اللي معانا بعد كده اسمه مون ارك، برضو هنبحث هنا بنفس العقد وندور، هنلاقي برضو معلومات عن العملة، الماركت كاب، الليكويديتي. وهنيجي هننزل هنا تحت قايل لي اهو باللون الاحمر يعني في 3 مشاكل على العملة دي. تمام، الموقع اللي بعد كده اسمه هوني بوت، هنيجي برضو هنبحث بالعقد بتاعنا. طبعا هنا بيقول لنا ان العملة دي نجحت في الاختبار، يعني تقدر انك تبيع العملة، لان في عملات انت بتشتريها وبعدين بتكون اسكام ما تقدرش تبيعها لان العملة لسه ما نزلتش على اي منصة مركزية، فبالتالي انت هتبيعها على اليوني سواب او البانكيك سواب، فالعملة دي نقدر نبيعها بدون اي مشاكل. لكن لو طلع لك هنا رسالة معناها هوني بوت او باللون الاحمر، يعني معناها انك مش هتقدر تبيع العملة حتى لو العملة ناجحة في بقية الاختبارات، الفايدة لو انت مش هتقدر تبيعها او تستفيد منها. اخر موقع معانا اسمه كويك انتل، هنيجي هنختار من على الشمال سكانر، بعد كده هنيجي نختار الشبكة اللي هي الإثيريوم ونعمل سكان. تمام، هنلاقي هنا في تحذير واحد باللون الأصفر فقط، فهننزل تحت عشان نشوف. تمام، هتلاقي هنا بيقولك contains suspicions actions، يعني برضو تحرص من العملة دي. طبعا مش معنى ان العملة نجحت على كل المواقع اللي احنا شفناها ان معناها ان هي هتحقق لك ربح، لكن على الاقل تقدر تعرف العملة سكام او لا. في 3 عملات بيحصل عليهم تجميع قوي الايام دي، فياريت برضو نحط عينينا على 3 عملات دول. اول عملة معانا اسمها CDFi Fund، وهي العملة الخاصة بمنصة CDFi، منصة الاكتتابات. وبالمناسبة في اكتتاب قوي هيكون على CDFi قريبا، هنعمل عنه فيديو ان شاء الله. لو جينا بصينا هنا على التشارت الاسبوعي، لو شايفين هنا الفوليوم اليومي عامل ازاي، وعلى المدار الشهري برضو في تجميع قوي للعملة. تاني عملة معانا هي عملة البيك، لو بصينا التجميع في خلال الفترة دي في فوليوم عالي جدا، وده انا شايف ان ليه سبب منطقي لان بقى فيه لانش باد على المنصة، وفي NFT سواب هيتم اطلاقه قريبا launching soon. تالت عملة معانا هي عملة دودو، وهنلاقي في تجميع في خلال اخر شهر، الفوليوم ارتفع بشكل كبير جدا، لكن انا مش عارف ايه السبب. اتمنى تكون استفدت،
وأشوفك في فيديو آخر. سلام.